الصيف هي حاب تعطيه كم انديتي فهاني هي ان 1882 عندهم تلوسز واز فاوند ان فايبرويد ان 18 تحملت التوعيه للبطانه المهاجره. طبعا هذا مرض العصر حاليا، هو مش مرض مش جديد علينا، ذكر من حوالي من 4000 سنة، في كتب أثبتت وجوده من 4000 سنة. نحن في اليوم هذا اللي هو اليوم السبت الموافق 19/3 اختير اليوم هذا لبنغازي بحيث انه هو يكون يوم توعوي للبطانة المهاجرة. حابة نعرف باليوم هذا اللي هو عبارة عن يوم تكملة لسلسلة من الأيام بدت كحملة وطنية للتعريف بالبطانة المهاجرة، حملة توعوية وتثقيفية لجميع طوائف الشعب، سواء كان الأطباء سواء كان عامة الشعب والمرضى والمريضات. الحملة هذه ستكون على مدار أسبوع كامل، بدأت الحملة هذه يوم الاثنين الماضي في طرابلس قريبا جدابية، واليوم هذا اللي هو يوم بنغازي. الحملة هذه اندارت عشان نحاول بقدر الإمكان أن نحن نعرفوا بهذا المرض لعامة الشعب أكثر، وبعض الأطباء اللي ما عندهمش فكرة، لأن مشكلة المرض هذا أنه هو مرض ما يشملش بس النساء والتوليد، يعني البطانة المهاجرة ممكن تجيك بمضاعفات حتى في الأجهزة الثانية، سواء كان في الجهاز الهضمي أو في الجهاز البولي في الجهاز التنفسي. فبما أنه هو مرض متعدد الأعراض ومتعدد المشاكل والإصابات، حابين أن نحن نعرفه به لجميع التخصصات، لأن المرض هذا على فكرة هو عبارة عن مرض وجود اللي هو البطانة المهاجرة، معناها أن هي البطانة الرحم الداخلية، طبعا هو مرض ما يصيبش إلا النساء، بطانة الرحم الداخلية تهاجر من مكانها إلى خارج الرحم، تنتقل هذه الخلايا إلى خارج الرحم سواء كان في الأمعاء في الحوض في الجهاز البولي، وتسبب تكيسات دموية نتيجة أن هي كل خلية حتقدر تشتغل كخلية بطانة حية، فحتقدر تجمع في السائل الدموي كل شهر، ومنها نلقوا المضاعفات اللي يصير في النساء. على فكرة المرض هذا مكتشف من 4000 سنة. يعني هذا قال إن هيبوكريت هو أول شخص ورانا إن ديسكرايب الإندوميتريوسيس أز ذا كرونيك سندروم إن يونج فيميل في البري برودكتيف إيج جروب. سو ذا تايم ميديكال تكست أولدر ذان 4000 years was described this disease. It is a complex gynecological disorder that can affect women from the menarche. إنه هو عبارة عن مرض خاص بالبطانة المهاجرة، له أنواع وأشكال متعددة، أكثرها اللي هو الآلام أثناء فترة الحيض وتكرار الأكياس الشوكولاتية أو الأكياس الدموية التي تسبب التصاقات وأمراض والتهابات حادة في الحوض، التهابات مزمنة، ومنها ننتقل إلى ما بعد ذلك اللي هو الموضوع الثاني اللي يهمنا اللي هو الخصوبة والإنجاب، لأنه يسبب التصاقات كبيرة، يسبب في ضعف التبويض، فلذلك تلقى المريضة تعاني غير الألام، تلقاها تعاني من اللي هو العقم والتأخر في الإنجاب. هو المشكلة إنه هو مرض ما فيش منه زي ما نقولوا شفاء نهائي، لكن أنت بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تنقص الأعراض، وتحاول قدر الإمكان أنك أنت تسعى إلى أنك أنت تنهيها ولو لفترة طويلة ممكنة، يعني على الأقل تخليها سنة سنتين ثلاثة ما يصير لهاش مشاكل، لكن أنك أنت تلغيه نهائي هذه ما تقدرش. لكن واجد صار أن نحن ساعدنا واجد في قصة أن هي تنقص الأعراض والمشاكل المسببة لهذا المرض. على فكرة الحل الأفضل والأجمل لهذا المرض نعمة ربي اللي هي يصير حمل. مجرد أن يصير حمل والمريضة تقعد حامل 9 شهور، هي هيكي شفت من المرض هذا لمدة على الأقل سنة وشوية قدام. الدكاترة كلهم الحق متعاونين جدا، الشركات الأدوية كلها كانوا متعاونين جدا. بالنسبة لنا احنا كيوم بنغازي، الشركتين الراعيتين اللي هي شركة أطلس للأدوية وشركة الطب المتجدد للأدوية، مشكورين جدا، قاموا بمجهودات جبارة معانا. في عندهم
بعض الأدوية تساعد على التنقيص والتقليل من أعراض هذا المرض، لأنها تعتبر كمؤكسدات قوية فتخفض نسبة الالتهاب اللي تصير في الحوض. الهدف الأساسي لهذا الموضوع أننا نوصل معلومة للإمرأة البسيطة اللي من عامة الشعب، كيف ممكن أن هي تتعامل مع هذا المرض اللعين زي ما قالت واحدة منهم، وكيف تعرف تتصرف وشنو دواها وشنو علاجها، زي ما يقولوا العرب لولا تقعد طبيبة روحها، يعني تعرف كيف تتصرف معه. بالنسبة لليوم هذا حيكون ممتد إلى مدار أسبوع كامل إن شاء الله. اليوم الأول في الأكاديمية العربية الأفريقية، فيه ثلاث محاور: محاضرات علمية لآخر مستجدات هذا المرض بناء على الإشري أو اللي هو المؤتمر العالمي للخصوبة الأخير 2021، وفي اللي هو المحاضرة التثقيفية والتوعوية بالنسبة للحالات والمرضى والمريضات، وفيه الكشف المجاني للحالات حتى هو متوفر، في استبيان مديور بحيث الحالات كلها ممكن يعطن المشاكل الأساسية، لأنه هو زي ما قلت لك هو مرض له عدة محاور، ففي كل واحدة ممكن تكون تشكي من محور أو محورين، مش بالضروري المحاور كلها. إن شاء الله يا ربي تكون نتائج المرجوة وصلنا لها، وإن شاء الله يا ربي نكون ولو بذرة يعني بسيط من الأمل والضوء للناس اللي ممكن تعاني من هذا المرض المزمن. في إن الميلانيا ميزو بلاستيك ترد الجهة جروين إنكونكتيف تيشو، وهذا استنتج منه ظهور الإندومتريوسيس وبدأ يتتبع في نمو تكون الجنين من المراحل الأولى. فتطرح لي إن أيوة إن الإندومتريال بدأت شنو تكون الطبقة الداخلية لليوترس بس من بعدها، وبدأت الجدار الجلد تطلع أوتسايد وكونت لي كونت لي الأوفري.